هل يجوز لي أن أقرأ القرآن في نهار رمضان وأنا صائم؟ واحد يقول ليش السؤال سيدنا أخو واحد يا أخي القرآن ليش السؤال؟ لأن عندنا من مفطرات، اسمعوا جيدا حتى أتكلم عن جذر القضية، من مفطرات الصوم الكذب على الله. إنسان يكذب على الله هذا صومه باطل. مثلا أقول للأخ الله قال فلان شيء، الله ما قايله، الله قال مثلا رشيد الحسيني مثلا رسول الله، مثلا رسولي ما قال الله، فهذا كذب على الله، فصومي يبطل أوتوماتيكيا، صومي يبطل. فالكذب على الله مبطل للصوم. فيجي واحد يقرأ قرآن يقرأ غلط، يعني الله قال مثلا، الله قال إياك نعبد وإياك نستعين، أنا أقرأها إياك نعبد، شوف إياك قرأتها إياك نعبد، هذا خطأ، الله ما قايله، الله قال إياك، أنا قرأتها إياك، هذا شلون؟ هذا كذب على الله، الله ما قال، فيبطل الصوم، فالصوم يبطل. هالشكل ذهب بعض الفقهاء، منهم السيد الشهيد رحمه الله. الفقهاء الآخرين سيد السيستاني سيد الخوئي وغيره قالوا أنه قد واحد ما يعرف يقرأ القرآن، ما يعرف يقرأ القرآن، فيقرأ بطريقته، يعني يقرأ بحسب ما يعرف هو، ولكن لا يقرأ على أن هذا اللي أنا أقرأ، اسمعوا جيدا، أن هذا اللي أقرأ هو اللي الله قاله، لا، اللي أقرأ هي قراءتي من باب الحكاية، من باب أنا أقرأ، وهي طريقتي للقراءة، حكاية الآيات، وليس اللي أنا أقرأ هو الله قاله. شايفين؟ هسه يقولون بنية التعلم، أقرأ بنية التعلم، أو أقرأ بنية الرجاء، الرجاء أن يكون هذا هي القراءة الصحيحة. لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك، حتى لو نقرأ غلط، ولكن أعتبر أن هذه قراءتي وليست آيات الله التي أنزلها الله أقولها، وإنما أقرأ آيات الله بمن بما أجيد، ما في إشكال. نعم، أحسنتم صح.